ساكن في هذا المجمع ديال الجامعي باب الاندلس. دابا هذه المده ديال سي اسبوع وحنا كنعانيو، الماء ما كاينش، المرافق ما كاينينش، الزبل اصلا ما كيدخلناش هنايا، قطعوا عينا الماء، ما كنلقاو شي الماء، شيء ضروري ما كاين شي كاع بصفه نهائيه. كنمشيو الانسان كيمشي عندهم ما كيعطيونا لا حل لا والو، حنا راه مضرورين بزاف. انا مخلص فلوسي كاش، خاصني نلقى الماء، خاصني نلقى الضو. انا دابا تنمشي الا بغيت نقضي حاجتي تنمشي للستاسيونات تنسقي الماء من الجرادي، هادشي راه بزاف بزاف. انا سولو يعني نقدر ندير، ولكن بالنسبه للعائلات اللي عندهم الدراري اللي عندهم سميتو راه مشكله. النهار اللي جينا نشريو قالوا لنا كاين الطريق، وقالوا لنا كاين الماء والضو غنعطيوها لكم عام، وديك الساعه انت قاعد تدخلوا المواكن ديالكم. الماء دابا قطعوا لنا في مره واحده، ملي مشينا لعندو قال لنا ما عندي ما نعمل لكم، وكيتخبع مننا ما كيبغيش تيخرج. ماشي رمضان شحال باقي على رمضان؟ 4 ايام، وحنا واش غنعيشوا حنايا هكذا؟ العموم المساكن انت كتشوف قداش انهم كلشي كطالع هو بالميمه، اللهم لا دم لك. الناس الاحياء الشعبيه ولا شميسهم الجبال والقرويه راهم ما عندهم الماء، راه العيون حداهم ماشي بحال هذه الحاله هذه. ردنا الفلوس ديالنا ولا يعمل معنا حل، صافي جوج حوايج، اما يعطينا فلوسنا ولا يطلق لنا الماء، ولا يعطينا حنا ما كنسعاوه شي، حنا ما قلنالوش يعطينا ولا جينا نرغبوا يعطينا ندخلوا المواكن ديالنا، صافي هادشي اللي كنطلبوا. حنا خويا شاريين في الجامعي 3 في باب الاندلس سميتو في طنجه، هادي تقريبا شي 5 ايام ولا 6 ايام تقريبا من نهار الخميس مع 11 ديال النهار تقطع لنا الماء، وحاليا تهدونا بانهم يقطعوا لنا الضوء، حيت لان امانديس ما بغاتش تدخل لنا الضوء والماء. ولكن المشكل فين كاين؟ حنا بيدنا ما عارفينش المشكل فين كاين. يعني انت تمشي عند الجامعي تيلوحك النوطير، كتمشي عند النوطير تيقول لك المشكل ديال امانديس، كتمشي عند امانديس تيقول لك حنا المشكل ان الطريق باقا ما مقادش. يعني ما حنا بيدنا ما عارفينش المشكل فين، من غنشدو ولا مع من غنهضرو. حنايا ساكنين في الجامعي 3، سكن عاد جديد جامعي 3، عاد سلفنا وكريدينا وما خلينا ما عملنا باش خلصنا له واحد المبلغ اللي طلبوا السكن. كيقول لك السكن موفر جميع الشروط، فيه الماء فيه الضوء فيه التجهيزات ديالو، مي جينا لا ماء لا ضوء لا تجهيزات، حتى في العين في الدار في السكن ما فيه ما ينشاف. هذه الاولى. ثاني حاجه الماء ماكسيمو 3 شهور ما كاملاش، ديك 3 شهور كيجيك النهار في ساعه في النهار خصك تبقى تجري، تنزل الخدمه، تنزل ولادك، تنزل الماكله، اي حاجه في يدك خصك تنزلها باش تمشي تبع ساعات المكانه ديال الماء. هذا المنكر. وعاد في العواشر كاين كان شي عيب العواشر، نمشيو عند الوالد فين عندنا يجري، عنده خدمه، عنده ولاد وعنده الدراري فين تمشي شهور؟ هذا المنكر، خصنا يعملنا الحال. اعطيني فلوسي اللي كريد اديتو انا من بنكه نرجعو، وها السكن ديالو من ناقص، انا ما بقيتش ساكنه. جامعي 3 يعطيني فلوسي وها السكنه ديالو، ما خصنيش انا نسكن هنا، اعطيني عي فلوسي. وحنا هذا الجامعي هذا راه قالنا غادي تسكنوا بالماء والضو، تيجي ندخلوا لكم المواكن ديالكم، عاد ضبروا راسكم. دابا وصلنا سعاد العواشر ما بقالوش رمضان، هو خلانا بلا الماء بلا ضو، ودابا كيفاش نعملوا حنا؟ عندنا وليدات ساكنين هنا اكثر من 300 الواحد، حنا كنمشيو لعندهم كيقولوا سير لامانديس، حنا ما عندنا لا ورقه لا جوج، باش غنمشيو لامانديس؟ باش نمشيو؟ قال لك سيروا بكيو، عند من غنبكيو؟ ما عندنا حتى شي واحد غادي نبكيو عنده، كنمشيو عنده للبيرو حتى واحد ما كيستقبلنا. حنا سيمانه بلا الماء، ها؟ نهار الجمعه سيمانه والضو كيتقطع، واللي عنده في النبيره كيدوب داك الشيء، هذا ماشي حق له، ما هذا منكر. دابا العواشر وهذا الناس ملاهين مع رمضان كيوجدوهم ما كيهاتكونا، الله يا ودي هادشي راه واش هم عيينا؟ والله الا عيينا. داك المشكل اللي عندنا هو ديال الماء وديال الضو، في الاول قالوا ديما يبقاو يديروا فهمتي، يديروا لنا يحلوا لنا المشكل في اقرب الوقت، مين عطاونا نسكنوا الاخر ما بقاش شي ما بقيناش. مشينا لعندهم تما ما كاين حتى شي حل، كيقول لنا سير لامانديس، علاش نمشيو حنا لامانديس؟ باقا معنا نلقاني جوج هاد الناس هادو خلصناهم يتهموا معنا في الاول قالوا لنا غجبروا الماء في السكن الماء والضو على حسابنا، جينا لهنا قطعوا لينا الماء. دابا حنا ولادنا ما كيجبروا ما يشربوا، دابا حنا اصلا ما عطيناش هنايا. المشكل اللي كاين دابا الدراري الصغارين ما كيجبروا ما يشربوا. من نهار الجمعه وحنا مكرفسين بلا ما، قاعدين موسخين حوايجنا موسخين، غادي نصبروا على الكبير، قاعدين بالعطش والله. نهار واحد قعدنا بالجوع من الصبح حتى العشيه بلا ما. هذه طنجه، حنا هذه طنجه اللي مسميينها طنجة ديال الجامع، قاعدين حنا بالعطش، كرفصن علينا بالعطش وبالجوع. حنا جينا عازايرين عاد ولادنا حنا قاعدين ميتين بالعطش. دابا هادي 4 ايام ولا 5 ايام باش قطعوا عليهم الماء، لا ما لا والو،
دابا اش غنقول لك بداو كيعانوا بزاف من ناحيه المشاكل ديال الماء. دابا الدراري عندهم الدراري الصغار بز لا الدابيدو ديال 5 لتر وما عندهم ما يدير له، كا يغسل به كا يدوش كا يصبان، الله يحسن العون. ما عندهم لا بيار لا والو، هاد الناس هادو راهم محني كيجيو من الخدمه ما كيلقاو لا ما لا والو. دابا مساكن راهم مازال، دابا الناس راه كتخوي من الحي. الحي دابا شفتو انا بدا كيخوى، شحال من وحده كتجي عندي كتقول لي كرهت هاد الحي هذا، خصني نمشي ندبر في شي جهه وحده اخرى نسكن ولا نمشي لشي بلايصه ثاني. صافي الناس مساكن معانا بواحد المعاناه لا اله الا الله وصافي.